يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد طلاب العلم يزعم أن ابن تيمية رحمه الله أخطأ عندما رد على المنطقيين وعلماء الكلام، لأنه رد عليهم بالمنطق والحجج الكلامية لا بالبينات من الكتاب والسنة، فهل كلامه صحيح؟ هذا كلام جاهل ما يدري شيء الرد ولا وش، هو رد عليهم بمثل ما يقولون لأجل يخصمهم، وهم لا يقتنعون بالأدلة الشرعية، إنما يقتنعون بالأدلة العقلية، فهو رد عليهم بأدلة عقلية ترد ما هم عليه من جنس ما عندهم. نعم.